تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء، المختص بالملك الأعز الأحمى، الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ووهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأشدهم بهم رأفة ورحما، حاشاه ربه عيبا ووصما، وزكاه روحا وجسما، وآتاه حكمة وحكما، فآمن به وصدقه من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عنه من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. معاشر الصالحين، نواصل المسير مستعينين بالعلي القدير، مستمدين المدد من عنده، فما الطمع إلا في كرمه ورفده. نطرق الباب ونأخذ بالأسباب، ونرجو العزيز الوهاب أن يهبنا مفاتيح الوصول، ويحقق لنا البغية والمأمول، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ووقفنا في أول طريق سيرنا نحو اللذة المنشودة، لذة العبادة، عند محطة التوبة، باعتبارها محطة الانطلاق نحو التحرر والانعتاق. وقلنا إن التوبة تحتاج إلى أمور تعين عليها وتسهل سبيلها، وذكرنا أول أمر وهو ذكر الموت. واليوم نقف إن شاء الله تعالى عند أمر آخر يعين على التوبة، بل ويجملها ويحسنها في أعين الطائعين والعاصين والمشمرين والمفرطين، ويجعل منها في أعين قاصديها واحة خضراء وارفة الظلال، وافرة الثمار والغلال، يفرون إليها من صحراء الجفوة والقنوط، لينعموا بها دون قيد أو شروط. إنه حسن الظن بالله. أيها الأحباب، إننا في زمن كثرت فيه المعاصي وتنوعت وتلونت، وأقبلت فيه الدنيا وتزينت وتزخرفت، وبرزت فيه الشهوات وتمكنت، فواقع أكثر الناس المعاصي، ولم تسلم الأقدام ولا النواصي، حتى شعر الكثير كأنهم في بحر لجي، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، وأنه قد فات أوان التوبة وأغلق الباب. عندها يأتي النداء العظيم من الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنها آية تفتح باب الأمل على مصراعيه لكل قاصد، وتغيث بماء العفو كل وارد. إنها الرحمة الواسعة التي تسع كل معصية ما عدا الشرك كائنة ما كانت، وإنها الدعوة للأوبة، الدعوة إلى الأمل والرجاء والثقة بعفو الله. أيها الأحباب، ليس بين العبد وقد أسرف في المعصية ولج في الذنب وأبق عن الحمى وشرد عن الطريق، ليس بينه وبين الرحمة الندية الرخية وظلالها السمحة المحيية، ليس بينه وبين هذا كله إلا التوبة. نعم، التوبة وحدها، التوبة وحدها الأوبة إلى الباب المفتوح الذي ليس عليه بواب يمنع، ولا يحتاج داخله إلى رشوة تدفع. من أراد الإنابة فلينب،
ومن أراد الاستسلام فليأتي وليجب. الباب مفتوح بلا طقوس ولا مراسم ولا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء. فهيا هيا يا ابن النطف، ابسط بساط الحزن على رماد الأسف. هيا فإن النفس قد يخرج ولا يعود، وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي مولاها. هيا قبل الغصة، قبل فوات الفرصة، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. هي أمنية في القيامة لا تنال، لا كرة ولا رجوع، وإنما دماء العين بعد الدموع. إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم جرت، وإنهم ليبكون الدم. أخي إن الذنوب لا ترعى حرمة لذي فضل. عن ابن عباس مرفوعا قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. يا هذا، سودت الخطايا الحجر وهو من الجنة وأنت من التراب. فانظر لنفسك، سودته وهو صلد صم. أفلا تنكس القلب إذا عصى وهو من لحم ودم؟ أقبل، فإن الله يدعوك والله يدعو إلى دار السلام. إذا أغلقت دونك الأبواب وحبسك الحراس والحجاب، فأقبل على الذي أبوابه لا تحجب. أقبل على الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ينزل سبحانه كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله، فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والله الذي لا رب سواه لو وعينا هذه الحقيقة ولو تفكرنا في هذا النداء لانفطرت قلوبنا حياء من الله. من نحن؟ من نكون؟ نحن الفقراء الضعفاء الأذلاء المحاويج. ينادينا ربنا ويعرض علينا عطاءاته السنية، فما الذي شغلنا؟ ومن ربنا ما الذي غرنا؟ روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال الله تعالى لجبريل: اذهب إلى محمد فقل له: إن الله يقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فيا سبحان الله، ما أعظم قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرحمه بأمته، وما أشد شفقته، يبكي من أجلك، فهل تبكي من أجله؟ تنحدر دموعه الطاهرة فتتحرك من أجلها السماوات، فينزل أمين الملائكة بالبشارات: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وتأملوا رحمكم الله عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لأمته ورجى ربه بكلمة عامة شاملة لكل وجوه الإحسان إليها، فقال: اللهم أمتي أمتي، ولم يحدد شيئا، وهو يحتمل معنى: تدارك أمتي، ارحم أمتي، أحسن إليها، ألطف بها، اغفر لها، وما شكل هذه التقديرات. فكان من حسن اختياره صلى الله عليه وسلم أن دعا بكلمة جامعة لكل هذه الوجوه والاحتمالات. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين دعائه هذا وبكائه، ودعاؤه لا يرد ولا يخيب. جمع بين دعائه وبكائه الذي يستنزل من الله تعالى كل خير ورحمة ورضوان ليكون أسرع إجابة وأكثر إكراما من الله، ثم يرسل الله له أشرف الملائكة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه. ثم جاء الجواب الإلهي الكريم: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفيه لطيفتان: الأولى التعبير بإنا، إنا سنرضيك، إنا التي يعبر بها من جانب الحق سبحانه وتعالى دائما في مقام الدلالة على العظمة، ولكل مقام عظمته المناسبة له، كقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونظائر هذا كثير في كتاب الله.
اللطيفة الثانية نقلها النووي عن التحرير في شرح صحيح مسلم فقال: وأما قوله تعالى ولا نسوءك، لأنه قال سنرضيك ولا نسوءك، فقال صاحب التحرير: هو تأكيد للمعنى، أي لا نحزنك، لأن الإرضاء لو اقتصر على إنا سنرضيك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار، فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع. لذلك قال الإمام النووي: هذا الحديث من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، أو أنه أرجاها. قال الشاعر: أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر اللظى نتقلب؟ ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى؟ وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رب العزة جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. قال المناوي شارحا للحديث: أي أعامله على حسن ظنه وأفعل به ما يتوقعه مني فليحسن رجاءه، أو أنا قادر على أن أعمل به ما ظن أني أعامله به. فالمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، أي سترة يستره، فيقرره بذنوبه، فيقول: هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أي رب أعرف. فيقول الله له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري ومسلم. وقد ورد في صحف إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل قال: عبدي لا تقنط من رحمتي، فإن كنت بالغدر موصوفا فأنا بالجود معروف، وإن كنت ذا خطايا فإني ذو عطايا، وإن كنت ذو جفا فإني ذو وفاء، وإن كنت ذا إساءة فإني ذو إحسان، وإن كنت ذا غفلة فإني ذو عفو ورحمة، وإن كنت ذا خشية وإنابة فإني ذو إجابة وقبول. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أوقف أولياءه تحت مطارف اللطائف بأقبية أبنية التوبة والورع، فليس لقلوبهم مجال في ميدان الكبرياء على أن حماه رحب متسع. أحسوا جلال الله فهم ما بين خوف وطمع. والصلاة ربي وسلامه على الرحيم الشفيق الذي أوضح لأمته الطريق ودلها بأعلام الهدى على مواقع التحقيق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الصالحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. رواه البخاري ومسلم. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: مستقى الخوف من بحر عدله، ومستقى الرجاء من بحر فضله، وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه. قال بعض الحكماء منازيا ربه: إلهي لو أتاني الخبر أنك غير قابل دعائي ولا سامع شكواي ما تركت دعاءك ما بل ريقي لساني. أين يذهب الفقير إلا إلى الغني؟ وأين يذهب الذليل إلا إلى العزيز؟ وأنت أغنى الأغنياء وأعز الأعزاء يا رب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزءين، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فبه يتراحم الخلائق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 100 رحمة أهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا فوسعتهم إلى آجالهم، وإن الله لقابض تلك الرحمة يوم القيامة فيضمها إلى 99 فيكملها 100 رحمة لأوليائه وأهل طاعته. رواه الحاكم وصححه. سبحان الله، رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق منذ خلق الله الدنيا إلى أن تفنى، فكيف الظن ب99 رحمة؟ ولذلكم قال أيوب السختياني رحمه الله متفاعلا مع هذا الحديث العظيم:
إن رحمة قسمها في دار الدنيا وأصابني منها الإسلام، إني لأرجو من 99 رحمة ما هو أكثر من ذلك. إنها كلمات تكتب بمداد من نور، فالإسلام أجل النعم. هكذا كانت كلماتهم تقطر شهدا، وهكذا كان النور يخرج من أجوافهم فيه شفاء للناس. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. هذه وصية كريمة يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وهو على أعتاب الآخرة وروحه تتهيأ لملاقاة ربها، أن يحسن الظن بربه، إذ أنه سبحانه عند حسن ظن عبده به. وتغليب الرجاء على الخوف في هذا المقام الذي توقف فيه العمل ولم يبق فيه إلا الأمل مستحب ومطلوب. وفي التنزيل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يخرج الله سبحانه من النار رجلين ويقول لهما: كيف وجدتما منقلبكما وسوء مصيركما؟ فيقولان: شر منقلب وأسوأ مصير. فيقول الله لهما: ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد. ثم يؤمر بهما إلى النار فيسارع إليها أحدهما ويبطئ الثاني، فيقول الله عز وجل للذي بادر إلى النار: ما حملك على ما صنعت؟ فيقول: يا رب، عصيتك في الدنيا وأنا أستحي أن أعصيك في الآخرة. ثم يقول للذي أبطأ: ما الذي حملك على ما صنعت؟ فيقول: يا رب، حملني على هذا حسن ظني بك حين أخرجتني من النار ألا تعيدني إليها. فيرحمهما الله معا ويأمر بهما إلى الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وجاء النداء هنا بي: يا ابن آدم، وكأن في الأمر تذكيرا بالأب آدم وقصته في التوبة. قال الله: وعصى آدم ربه فغوى. ثم نقل إلينا مشهد ندمه واستغفاره فقال: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم نقل لنا مشهد القبول والصفح ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكأن الله يقول: أعاملكم كما عاملت أباكم إن أنتم تبتم ورجعتم. قال العلماء في معنى قوله تعالى في الحديث: غفرت لك ولا أبالي ولا أبالي، أي لا تهمني كثرة ذنوبك ولا يعظم علي مغفرتها. وعن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم، والعجب هنا تعجب رضا، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. وعن أحمد بن الحواري قال: دخلت على أبي سليمان الداراني فوجدته يبكي، فقلت له: وما يبكيك يا سيدي؟ فقال لي: يا أحمد، إن أهل المحبة إذا جنهم الليل افترشوا أقدامهم فدموعهم تجري على خدودهم بين راكع وساجد، فإذا أشرف المولى جل جلاله عليهم قال: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي
واستراح إلى مناجاتي وإني لمطلع عليهم أسمع كلامهم وأرى حنينهم وبكاءهم فناديهم يا جبريل وقل لهم ما هذا الجزع الذي أرى بكم هل أخبركم مخبر أن حبيبا يعذب أحبابه بالنار أم هل يجمل بي أن أبيت قوما وعند البيات آمرهم إلى النار لا يليق هذا بعبد ذميم فكيف بالملك الكريم فبعزتي أقسمت لأجعلن هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي الكريم فأنظر إليهم وينظرون إلي هذا وإن حسن الظن بالله ليس معناه التمادي في المعاصي والموبقات والاتكال على عفو الله فمن كان هذا شأنه فما فقه المعاني وإنما تعلق بالسراب والأماني قال صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ومن الكلام الأخذ ليحيى بن معاذ قال من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة وانتظار زرع الجنة ببذر النار وطلب دار المطيعين بالمعاصي وانتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عز وجل مع الإفراط ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ويقول كذلك عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب والذنوب بعدد الرمل والتراب ثم تطمع في الكواعب الأتراب هيهات أنت سكران بغير شراب ما أكملك لو بادرت أملك ما أجلك لو بادرت أجلك ما أقواك لو خالفت هواك إخواني السفر مكتوب علينا فما لنا نطلب الإقامة في دار ليست لنا دار مقامة السنون منازل والشهور مراحل والأيام أميال والأنفاس خطوات والمعاصي قطاع والربح الجنة والخسران النار فربكم يناديكم وفي رحمته يرجيكم وبين يديه الملتقى فالمشمر يفوز والبطال يشقى اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغسل حوبتنا اللهم اقبل توبتنا اللهم لا تعذبنا فإننا نرجوك اللهم إنا نحسن الظن بك فكلنا كما ظننا بك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا مغفرة عزما يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وأطمعهم دوام إفضالك وإحسانك ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا ذا العطاء والمنة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسأل يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان اللهم فرج هم المسلمين اللهم نفس كرب المسلمين اللهم ارفع الظلم والقهر عن المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم إخواننا في الشام وفي كل مكان اللهم نفس كربهم اللهم اشف مريضهم اللهم أطعم جائعهم اللهم اسق ظامئهم اللهم أهلك ظالمهم اللهم أهلك ظالمهم اللهم أهلك ظالمهم كفى بك وليا وكفى بك نصيرا يا خير الناصرين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أراد به سوى ذلك فعرضه للمهالك واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أراد أن يفتننا في بلدنا هذا فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدر اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى اللهم ارشده وسدده واحفظه في ولي عهده المولى الحسن وفي صنوه السعيد المولى الرشيد وفي سائر أفراد أسرته وشعبه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا
فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيد الخير وعلى كل شيء قدير. اللهم اغفر المؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأجدادنا ولأجداد أجدادنا حق علينا. اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه للخير وعينه عليه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة في دينه. اللهم انصر نصرا نصر بزيت التوفيق بارك فولي عهده وحسن وثلاث حسن واجعل ذلك الصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.